عايزين نخرجه من بيوتنا. الرسول أخبرنا بكده صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخل الرجل بيته فسمى الله وسلم قال الشيطان لا مبيت لنا الليلة، وإذا أكل طعامه فسمى وحمد الله قال لا عشاء لنا الليلة. لا مبيت ولا عشاء. احنا عايزين الليلة دي نطلع الشيطان من بيوتنا ونموته من الجوع. قول لي ايه ده، هو ممكن الشيطان يموت؟ اللي ما بيموتش ابليس الكبير عليه لعنة الله، لكن بقيت ولاده بيموتوا، بيموتوا لهم عمر وحياة ويموتوا، ممكن يعيش 1000 و7000 سنة لكن بيموت في الاخر.